إليكم رابط فحص المنحة القطرية. $100 شهر العاشر من أكتوبر وموعد الصرف kuwari.gov/apps. تنقل رابط فحص المنحة القطرية $100 للأسر المتعففة عن شهر العاشر من أكتوبر وموعد الصرف kuwari.gov إبس الموقع الرسمي، حيث تشير التقارير إلى أن الصرف يكون مطلع الأسبوع المقبل، ممن يعني أننا بصدد متابعة الرابط الذي اقترب تفعيله عن الصرف الجديد لمنحة $100 في غزة فلسطين المقدمة من الحكومة القطرية، ونتابع المزيد من التقارير حول هذا الأمر. كل ما عليكم فعله هو تسجيل الدخول بالموقع التالي بيانه ومتابعة النتائج عبر إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد الخاص بك، وقم بالاستعلام عن أسماء المرشحين والمقبولين لصرف المنحة القطرية التي يتم إصدارها بشكل شهري. وبما أن الصرف مطلع الأسبوع المقبل من مكاتب البريد المختلفة، إذا ميعاد التفعيل اقترب بشدة وتابع الرابط، فمن الممكن تفعيله في أي وقت. رابط فحص $100 قياغز شهر أكتوبر. الاستعلام من خلال هذا الرابط https://kuwari.gov.ps/index.php/c-new. قم يتم تفعيل الرابط خلال الساعات القليلة المقبلة. استعلم عن النتائج عبر رقم الهوية الوطنية الخاص بك. الصرف يكون من مكاتب البريد المنتشرة في غزة. من خلال معبر إيرز يتم عبور أموال المنحة القطرية بشكل شهري، وذلك بموافقة السلطات الإسرائيلية. ولعل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية الخاصة بإمداد منحة $100 هو المختص بعرض الموعد الخاص بصرف تلك المنحة، ويتم عبوره للقطاع بشكل شهري. المنحة القطرية. بعد الإعلان عن استمرار صرفها، لاقى هذا الخبر رواج كبير بين الأسر في القطاع، خاصة تلك الأسر التي تعاني من الفقر والبطالة وغيره. وهي منحة تقدر بمبلغ $100 يتم صرفها لحوالي 100,000 أسرة من قطاع غزة، وهي الأسر الأكثر فقرا أو الأسر المتعففة من أهالي القطاع.